بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، خلق الله جل وعلا الخلق لعبادته، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم يتفاضلون في هذه العبادة، وفيها يتنافسون، وقد فضل الله جل وعلا بعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وبعض البشر على بعض، ومنح عباده فضلا منه ومنة وتكرما. هذه المواسم ليتزودوا منها في طاعتهم وعبادتهم. ومن هذه المواسم شهر رمضان المبارك الذي جعله الله جل وعلا فرصة في النهار يصوم الناس، وفي الليل يقومون، وضاعف فيه الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، لأنه سر بين العبد وربه، يتجلى فيه الإخلاص لله جل وعلا. وأي عبادة خلت من الإخلاص فهي وبال على صاحبها. وقد اشترط أهل العلم شرطين لقبول العمل: الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفضل الله جل وعلا العشر الأواخر من رمضان على غيرها، وخص منها ليلة هي أفضل ليالي العام على الإطلاق. هذه الليلة هي ليلة القدر، وهي في رمضان، بل هي في العشر الأواخر منه. العمل فيها يعدل العمل في 1000 شهر من غيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان إلى أن توفاه الله
ثم اعتكف أزواجه من بعده، كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها. والاعتكاف في اللغة هو المكث والدوام والبقاء، وأما في الاصطلاح فهو المكث في المسجد لطاعة الله جل وعلا. يبقى الإنسان في المسجد من أجل الطاعة والعبادة، يتفرغ تفرغا كاملا لعبادة الله جل وعلا، صلاة وصياما وقراءة للقرآن وذكرا ودعاء وتسبيحا وتهليلا، يتقلب من طاعة إلى طاعة. وانظر رعاك الله إلى الحكمة العظيمة من الاعتكاف، لأنه تفريغ للنفس وحبس لها على الطاعة، فروتين الحياة الذي يسير عليه الإنسان طول العام يتغير في هذه الأيام التي يعتكف فيها تغيرا تاما، يبتعد عن الذهاب والمجيء والغدوات والروحات والجلسات، ويحبس نفسه على الطاعة، ولهذا لا ينشغل بفضول الكلام ولا بالحديث مع فلان وفلان، ولا ينشغل أيضا بغير التلاوة والذكر والتسبيح والدعاء. والآن جاءت لصوص رمضان وغير رمضان، لصوص الوقت، سراق الوقت، وهي وسائل التواصل التي تسرق الوقت من حيث نشعر أو لا نشعر. فالاعتكاف ينبغي أن تظهر فيه العبودية التامة لله جل وعلا، يجتمع القلب ويتواطأ مع اللسان، يتواطأ من أجل الطاعة والعبادة، ومن أجل أن يكون الوقت كله عبادة لله جل وعلا. ولهذا يمتنع الإنسان عما كان مباحا له ومسموحا له قبل الاعتكاف، يمتنع حتى عن الحديث الذي لا ينفع والكلام. ولهذا قال أهل العلم ينبغي ألا يبقى حتى في المكان الذي يصلي فيه طويلا، بل يذهب إلى معتكفه. والاعتكاف قيل لا بد من 10 أيام، وهي 10 الأواخر من رمضان، وقيل يكفي فيه ولو ساعة. فإذا نوى الإنسان عند دخوله للمسجد أن يعتكف، أجزأ ذلك ولو بضع الوقت. وقيل لا بد من يوم وليلة، لأن الاعتكاف مرتبط بالصيام، ولكن نقول الأمر واسع، وكلما كان الاعتكاف أكمل كان أفضل،
فلا شك أن الإنسان يؤجر على البقاء في المسجد ولو دقائق. ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجلا ورجل معلق قلبه بالمساجد، فهو ينتظر الصلاة بعد الصلاة، وهذا نوع من الرباط. ولكن إذا اعتكف الإنسان يوما وليلة أو اعتكف ثلاثة أيام، ليلة 27 و28 و29 30 تم الشهر، هذا أكمل. وإن اعتكف العشرة فهو أكمل وأفضل، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف في أصله مسنون، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله الخلفاء الراشدون الصحابة ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون واجبا إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه، أوجبه بالنذر، نذر أن يعتكف، فهنا يجب عليه الاعتكاف. ولو أخل به لزمه قضاؤه. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يفي بنذره حينما نذر أن يعتكف في الجاهلية. والاعتكاف له شروط، ومن شروطه النية، لا بد أن ينوي المسلم إذا دخل المسجد أنه يعتكف. فإذا أراد أن يعتكف العشر يدخل المعتكف قبل غروب شمس اليوم العشرين من رمضان، ليدرك ليلة 21، فقد تكون ليلة القدر فهي من الأفراد. فنقول ادخل معتكفك قبل غروب شمس اليوم العشرين. فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه صبيحة 21، قلنا لعله دخل معتكفه الخاص، وإلا فهو في المسجد من قبل غروب شمس اليوم العشرين، ولا يخرج إلا إذا ثبت دخول شهر شوال بأن أعلن الخبر. ولا ينبغي أن يعتمد المعتكف على ما يأتي من وسائل التواصل، رؤية الهلال هنا أو لم يره هنا، لا يعتمد عليه، بل يعتمد على الخبر المؤكد المحقق الذي تعلنه الجهات الرسمية. والجهة الرسمية الآن في بلادنا المحكمة العليا. هذا هو الشرط الأول، النية. ولهذا أي عبادة لا يكون فيها نية لا تنفع صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي التي يفرق بها المسلم بين العادة والعبادة، ويفرق بها أيضا بين أنواع العبادات. فلو أن إنسانا جاء ومكث بالمسجد ينتظر صاحبا له وبقي ساعات،
ولكنه لم ينوي الاعتكاف يختلف عن إنسان دخل ونوى الاعتكاف، فرق بينهما. هذا يؤجر وهذا قد لا يؤجر على بقاء إلا إذا شغل الوقت بالطاعة. الشرط الثاني أن يكون الاعتكاف في مسجد، لا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد، فلا يجوز الاعتكاف في البيت، ولا تعتكف المرأة في مسجد بيتها مصلى بيتها الذي تصلي فيه. ولو أن إنسانا وضع مصلى في ناحية بيته أو ناحية استراحته لا يعتكف فيه، بل يعتكف في المسجد، ولا بد أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، لا بد أن يكون مسجدا تقام فيه الجماعة. فلو جاء شخص وقال أنا سأعتكف في المصلى اللي في المدرسة أو في المكان الفلاني، نقول لا، هذا ليس مسجدا يأخذ أحكام المسجد. وهل يلزم أن يكون مسجدا تقام فيه الجمعة؟ نقول لا، لا يلزم، فالمعتكف له أن يخرج إلى صلاة الجمعة، ولكن هل الأفضل في حقه أن يخرج إلى الجمعة مبكرا أو يخرج إلى الجمعة متأخرا ويكون بقاؤه في معتكفه أفضل؟ قولان، والذي يظهر أن ذهابه مبكرا أفضل، لأنه ذهب إلى طاعة، وخرج من طاعة لكنه ذهب إلى طاعة أوجب، فنقول اذهب مبكرا ولو بعد صلاة الفجر إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة وأنت على خير وأجر إن شاء الله تعالى، ولا ينقص ذلك من أجر اعتكافك. الشرط الثالث ألا يخرج من معتكفه إلا لضرورة أو حاجة، والضرورة مثل ما يحتاج إليه حسا وطبعا أو ما يحتاج إليه شرعا. أما ما يحتاجه حسا وطبعا فهذا مثل قضاء الحاجة، ومثل الاغتسال، لبس الثياب، أكل الطعام إذا ما يتيسر له يحضر الطعام، أو ما سمح له أن يحضر الطعام للمسجد، فيخرج إلى بيته بقدر الضرورة والحاجة. وأما ما يحتاجه شرعا فإذا أراد أن يخرج لصلاة الجمعة مثلا، إذا أراد أن يخرج للوضوء، ما في مواضع عنده في المعتكف فيضطر يخرج مثلا لدورة المياه خارج المسجد، وقد لا يكون في المسجد دورة مياه، يخرج إلى بيته ليتوضأ، قد يلزمه الغسل فيذهب ليغتسل، هذا مما يحتاجه شرعا. أما خروج لغير حاجة فهذا لا ينبغي بأي حال من الأحوال. بعض الناس يتساهل في ذلك، مثل يقول
أنا بعتك في المسجد الفلاني، لكن إذا جاء وقت التراويح سأذهب أصلي مع فلان. لماذا؟ يقول لأن قراءته أحسن. يقول ما هذا الاعتكاف؟ ابقى في مسجدك، وإلا فاعتكف عند هذا الشخص الذي تريد أن تخرج إليه إلى مسجده. أو بعض الناس يقول أنا سأخرج يوميا بعد المغرب من أجل أن أتحدث مع أهلي وأولادي. نقول لا تعتكف. فلا يخرج الإنسان إلا لأمر ضروري أو حاجة لا بد منها. وبعض الناس يقول أنا أبعتكف من أول عشر لكن بخرج أداوم، أشترط أني أخرج أداوم وأرجع. نقول ما هذا اعتكاف، لا تعتكف إلا بعد نهاية الدوام. ومن أعظم ما يقع فيه الناس من الأخطاء في هذا الباب أن البعض يعتكف وأهله بأمس الحاجة له، وهذا غلط، وهذا قد يأثم. إذا كان والداه أو أحدهما بحاجة إليه فلا يجوز له أن يعتكف يحرص على مسنون ويضيع واجب. أو كان أهله زوجته وأولاده يحتاجون إليه، وإذا غاب عنهم يتضررون. نقول لا يجوز لك أن تعتكف، ابقى عندهم لأن رعايتهم واجبة والقيام بشؤونهم واجب والاعتكاف سنة، فلا تضيع الواجب من أجل تحصيل سنة. ومما يفسد الاعتكاف الجماع وما يتعلق به، ولهذا نهى الله جل وعلا المعتكف عن مباشرة المرأة ومعاشرتها. ومثل ذلك أيضا اللمس والضم والقبلة التي قد تؤدي إلى المحذور. لكن لا بأس أن يأتي أهله لمؤانسته وملاطفته، لا بأس أن يزوروه ويتحدث معهم، لا بأس أن يتصل بهم ويرتب بعض أموره التي قد تحتاج إلى ترتيب حال غيابه. لكن عليه أن يجعل عندهم من يسد حاجتهم في ذلك. ومن أهل العلم من قال إن الاعتكاف يبطل أحيانا بالوقوع في بعض كبائر الذنوب، فالإنسان إذا كان فرغ نفسه لطاعة الله وعبادته كيف يتجرأ على الوقوع في المعصية؟ ولو نذر المسلم أن يعتكف في مسجد فله أن يعتكف في مسجد آخر مثله. مثلا لو نذر أن يعتكف في أحد جوامع البلد له أن يغير ويعتكف في جامع آخر. لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزئ الاعتكاف إلا في المسجد الحرام. ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فلا يجزئ أن يعتكف إلا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لأنه أفضل. ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فلا يجزئ أن يعتكف إلا فيه أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لأنها أفضل
من المسجد الأقصى. وأنتم تعلمون أن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. والمرأة لها أن تعتكف لكن بشرطين. الشرط الأول أمن الفتنة، فإذا كان يخشى عليها من الفتنة فلا يجوز لها أن تعتكف. والشرط الثاني إذن المحرم، إذن زوجها أو وليه، ولا بد أن تكون طاهرة، فلا تعتكف وهي حائض في المسجد لأنها لا تدخل المسجد. ولا حرج أن يعتكف الإنسان مع أهله إذا سمح له في المسجد وأعطي غرفة، لا حرج، بشرط ألا يقرب أهله. أما إن خشي أن يقع في المحذور فلا، يبتعد، يعتكف لوحده أو هم يعتكفون لوحدهم. وإذا اعتكفت المرأة فلها أن تخرج أيضا للحاجة أو الضرورة. ومما تحتاج إليه المرأة أحيانا أن يكون لها رضيع، ويصعب أو يتعذر أن يؤتى به إليها في المسجد، فلها أن تخرج لإرضاعه. ولكن نقول لمثل هذا الأولى عدم الاعتكاف فرعاية هذا الرضيع والقيام بشأنه وحقوقه، قد تكون أولى وأفضل من الاعتكاف. واعلم أخي المبارك أن من أعظم مقاصد الاعتكاف هو استغلال الوقت وتحصيل الأجر وانتظار وترقب وإدراك ليلة القدر. فإذا أدركها الإنسان وهو قد حبس نفسه على الطاعة والعبادة فليبشر بالخير، فهي خير من ألف شهر. ولك أن تتصور هذا المعتكف الذي من الله جل وعلا عليه فأدرك ليلة القدر صائما قائما داعيا ذاكرا تاليا كأنه عبد ربه جل وعلا 83 سنة و4 أشهر. فمن أعظم مقاصد الاعتكاف إدراك ليلة القدر. ولهذا بعض الناس أحيانا يقول أنا ما أدخل المعتكف إلا صبيحة 21، نقول له ضيعت وفرطت في أجر عظيم، لأن قد تكون هذه الليلة هي ليلة القدر. ولا يخفى عليكم أن الراجح من كلام أهل العلم أنها تتنقل وليست ثابتة في ليلة معينة، مع أن المسألة محل خلاف، لكن الراجح أنها تتنقل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، وسجد صبيحة 23. ومن الصحابة من يجزم بأنها ليلة 27،
ومن أهل العلم من يجزم بأنها ثابتة وليست متنقلة. وعلى كل حال إذا اعتكف المسلم العشرة الأواخر من رمضان أدركها ثابتة أو متنقلة. إذا اعتكف العشرة الأواخر كاملة أدركها ثابتة ومتنقلة. ومن الأمور التي لاحظتها يقع فيها كثير من الشباب أنهم يجتمعون أحيانا في مسجد يعتكفون ونقول هذا طيب وبارك الله فيكم وأنتم على خير، ولكن يضيعون الوقت بالأحاديث الجانبية والسواليف والمراسلة في المقاطع ومطالعة هذه الوسائل، وسائل التواصل، فتجد يقضي أكثر وقته في متابعة الأخبار والتحليلات. ونقول له ضيعت الوقت وأنت هنا لم تحقق روح الاعتكاف. وأيضا من الملاحظات الموجودة أن بعض الشباب أيضا يجعل الاعتكاف موسم لموائد الطعام، فتجد يكلف أهله ويجتمعون مثلا 10 أشخاص، كل واحد يقول أنا الليلة علي العشاء، ويجيب ذبيحة ونصف ذبيحة ويكلف أهله، يكلفهم ماديا يكلفهم جسديا في الطبخ والطهي، وهذا أيضا مما ينافي روح الاعتكاف. أنا أقول لا بأس أنك تأكل وتشرب، تفطر وتسحر وتعشى، ما لا إشكال، لكن هذه المبالغة في الموائد والاكثار منها هذا ينافي روح الاعتكاف. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يعقد الصفقات أحيانا، صفقات البيع صفقات الشراء وهو في المسجد، وهذا من الخطأ. تجده يبرم العقد عن طريق الجوال، العقد عقد بيع عقد شراء، وهذا غلط. في المسجد لا يسوغ لك أنك تبيع وتشتري، أنت تفرغت لطاعة الله، لا يسوغ البيع والشراء في غير الاعتكاف، فكيف وأنت معتكف؟ وأيضا من الأخطاء اللي يقع فيها الناس أن بعضهم يحضر معه الشاشة، يحضر معه جهازه ويدمن على الجهاز والمتابعة، وهذا أيضا من الخطأ البين، وهذا من الخطأ البين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بمنك وكرمك وجودك وفضلك أن تقبل صيامنا وتغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأحبابنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا أخوالنا وخالاتنا. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين عامة للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك، ووفق ولاة أمرنا خاصة للخير. اللهم خذ بأيديهم لما فيه خير البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم اجعلنا ممن يدركون ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يدركون صيام رمضان ويدركون قيامه فتغفر ذنوبهم. اللهم يا حي يا قيوم، من أحسن إلينا فأحسن إليه، ومن أكرمنا فأكرمه. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمرنا لكل خير جزاء ما يقدمون للحجاج والعمار وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من التسهيلات والتيسيرات، كما نسألك أن توفق القائمين على شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لهذه الخدمات التي ننعم بها، ونحن ننعم بالأمن والأمان والسلامة، فنحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله، ونسأله أن يرد كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يوفق رجال أمننا لكل خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد